فارق استطاع انه يتاهل نصف نهائي كاس افريقيا عن جدار الاستحقاق بعد التجاوز ديالنا الفرق صعيبه بدايه من الدور الاول فريق الزامبي الاتحاد الليبي في مجموعات انيمبا بارادو دونك بكل صراحه كان باركور صعيب مع النصر الليبي كذلك خصنا نعطيو الميريت لهذا الجيل هذا لان بكل صراحه دار شي حوايج اللي ماشي ساهلين في موسم واحد تمشي لكاس العرش النهائي ديالو مباريات بزاف في البطوله البرمجه ما كانتش رحيمه بينا ورغم ذلك استطعنا الحمد لله اننا نوصلوا حتى للنصف النهائي في ظل مجموعه من الاكراهات غيابات اصابات اللاعبين هنيئا لهذا الجيل بكل صراحه بتضحيات كبيره ديالو الاداره الطاقم التقني وبلا ما نساو جمال حسين اكادير بكل صراحه انا اول مره تنتاسف لان من دخلت الملعب ضرني خاطري بالدارجه ديالنا لان كنا باغيين نتقاسموا الفرحه مع الجماهير الغفيره ديالنا لان اون فوا دخلت جاني البال ديالي الاحتفاليه الكبيره امام الزمالك المصري ما كسبش كما قلنا ظروف قاهره الصحه ديالهم اولى من المباراه في كره القدم اولى من اي حاجه في الدنيا ديجا قلتها دونك نتمنى ان شاء الله اننا نستمروا التأهل هذا التاريخي بطريقة جيدة خصوصا على مستوى الدوري الوطني باش نرجعوا إن شاء الله بهذه المعنويات ونحاولوا نفوزوا بمباريات ونجمعوا نقاط الحمد لله الفريق فهو متكامل دابا ما عندنا حتى شي عذر اللي تنتمنى إن شاء الله أن نكون أكثر تركيز ونساو هذه المعية ديالنا والتوهج ديالنا قاريا ونتفكروا بأن في البطولة احنا مازال معطلين شوية الناس تتفاجأ أنت تشوف هذا الأداء وفي البطولة لكن احنا معذورين مع حسن العوان ولكن التفاؤل كاين الحمد لله غادي نجندوا بالدارجه ديالنا كما تنقولوا اي ماتش بالنسبه لنا غيكون ماتش براج وحنا متفائلين ان شاء الله بان القادم افضل